السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم جيتكم بوصفتي او طريقتي في تحضير دوائر البصل المقرمشه على الطريقه الامريكيه. هادو عندنا معروفين بزاف في امريكا ويعتبروهم كمقبلات، يعني فهم شي تاكلي في غاستيرون يحطوهم لك كمقبلات، وخصوصا الى كنت يعني عامله طبق السمك. وماني عامله اليوم، ماني عامله الفطور، هو في السمك فقط. انا عامله الرز، سمك السلمون، والاسماك البيضاء كما راكم تشوفوا. الوغ ضروري ضروري نحضر معاهم دوائر البصل المقرمشه، واللي يجي ولداد بزاف 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 الى راكم حابين الوصفه. الوغ لازم تفرجوا الفيديو من الاول الى الاخر، وان شاء الله يعجبكم وتجربوهم باذن الله. واش نحتاجو؟ نحتاجو البصل، راني يعني مش نستعمل البصل الاحمر والبصل هذا الاصفر، يعني حسب عدد الافراد واش يعني تحبي تعمليه شحال حبه. نحتاج كذلك الى هكاك كاس الدقيق، يعني عامله زوج معالق كبار تاع مايزينا. نحتاجو الى الماء بيان سور. بالتوابل واش نحتاجو؟ نحتاجو الى فلفل اسود، فلفل احمر، باش نزيد معاه كذلك بالقزبر المجفف نكهو برك. نزيدو الملح، عصير، وكذلك نحتاج الى الخردل، ونحتاج كذلك وسمشي ننساها، وهي معلقه تاع خميره الحلويات، معلقه صغيره تاع خميره الحلويات. نمشيو نبداو على بركه الله. حاجه الاولى بيان سور هي نقص البصله ديالي، يعني حاولوا تعملوها شويه عريضه ماشي رقيقه، شويه. وتنحيوها هكذا. حاولوا بلا ما تكسروها، نوضحها هنا هكذا كما راكم تشوفوا. باش نتحصلوا عليها هكذا بدش الكريات، يعني نقعد نواصل حتى نكمل كامل الكميه اللي راها عندي، ورانا نطلعوا من بعد ان شاء الله. من بعد نمرقها بالماء كما راكم تشوفوا، ونزيد عليها الملح كذلك باش كما حنا نقولوا نملحها شويه هكذا برك، حاجه خفيفه. ونخليها تريح واحد 20 مينوت 30 مينوت، يعني ماكسيموم 30 دقيقه. وانا الحين نمشي يعني نوجد الخلطه اللي نوضعها نوضع البصله فيها، هذه هي. والحين نمشي نوجد الخلطه. واش نحتاج كما قلنا؟ الدقيق، لافارين، مايزينا راني عامله زوج معالق برك، ونبدا نضيف التوابل، فلفل احمر، فلفل اسود، هكذا ربع معلقه صغيره تاع خميره الحلويات، هي باش تعطينا داك الانتفاخ في البصله ديالنا. قزبر ولا معدنوس يكون مجفف، شويه ملح، ونزيد كذلك الخردل ولا المطاط، عصير الليمون، ولا تقدروا تعوضوه بشويه خل. هنا خلاص نبدا نضيف الماء حتى نثقل الخليط ديالي. وهنا خلاص حتى تدخل يعني تحصلوا على الخليط يكون هكا كما الكريمه، يكون ثقيل. هنا تعرفوا بلي خلاص راه جاهز باش نغمسوا فيه البصله ديالنا. من بعد نوجدوا مقلات فيها الزيت. ها هو ده الخليط اللي وجدناه، ونزيدو ثاني كنحطوا قدامنا الخبز هكذا المحمص
هلا ها هو ده، يعني نوضعوها في هنا ومن بعد نوضعوها في الخبز المحمص ومن بعد نقليوها. نبديو على بركة الله. فوالا نرفدها نحطها هنا، نغمسها غاية الغاية. ومن بعد نرفدها هكذا ونحطها في الخبز المحمص. ومن بعد في الزيت نزيد واحدة أخرى. فوالا نحطها هنا. اللي ما كاش تحب الوصفة كما أنا، تولي تحبها بهذه الوصفة. أنا قلتلكم يجيو بنان بزاف بزاف. أون ديغي با بلي راكي تاكلي في البصلة، ما تحسي بلي كو وحداخر ماشي تاع البصلة. فوالا نعاود نأكلها هنا. ونقليوها. سمحوا لي على التصوير. وها هما دول الدوائر تاع البصل ديالي كما راكم تشوفوا فيهم، يجيو يقرمشوا غير تخربي فيهم. شوف يعني الداد بزاف بزاف بزاف، يعني صدقوني اللي ما تعرفهمش عمرها ما جربتهم قولها جربيهم ورجعي لي الخبر، لانه انا متاكده باللي راح يعجبوكم. والحين وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى كالعاده ان الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش كذلك كومنت لايك الى عجبكم فيديو بيان سور، والاشتراك في القناه بالنسبه اللي مازال ما اشتركوش، والضغط على الجرس. اش زيدي اشنو نجس بابا. وقولوا لكم باي باي كما قالت بنتي، ورانا نطلعوا ان شاء الله في فيديو جديد. باي.